المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد. مهندس عمرو، أهلا بحضرتك معنا، وفي البداية نسألك ما دور الدولة في تمكين الشباب في الفترة الحالية؟ خليني بس في بداية المكالمة أهني حضرتك وأهني كل شباب جمهورية مصر العربية والعالم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وأقدم كل التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالشباب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم. نعم. ويعني لو شفنا في الدولة المصرية في آخر 7 سنين الأحداث اللي تمت والمنتديات شباب العالم اللي الدولة عملتها هنا أقامتها لاستضافة جميع شباب العالم بالإضافة للمؤتمرات الشبابية وتأسيس الأكاديمية الوطنية للشباب وأيضا سلسلة شباب الأحزاب والسياسيين اللي بتلعب دور سياسي كبير في الفترة الأخيرة في تقديم قيادات شابة سواء كانت قيادات تنفيذية أو قيادات رقابية في مجلس النواب. الدولة اشتغلت على ملف الشباب شغل كبير جدا وتمكينهم تأهيلهم ثم تمكينهم. يعني شفنا الشباب موجودين كنواب محافظين، شفناهم معاونين محافظين، مساعدين للوزراء. الشباب بيتقلدوا دلوقتي مناصب قيادية سواء كانت في الهيئات الإعلامية أو الصحفية. يعني الاستثمار في الشباب في الفترة الأخيرة ما بعد 30 يونيو أصبح الدولة المصرية بتجني ثماره حاليا. لو حضرتك بصيت هتلاقي المشاريع القومية كلها اللي الدولة أطلقتها كل اللي شغالين فيها شباب مصري، بالطبع. شباب في شركات هو اللي بيبني المستقبل. لو شفنا مشروع حياة كريمة، المشروع القومي اللي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، فكرته كانت من الشباب القائمين على تنفيذه وشباب القائمين على متابعة المشروع شباب. يعني احنا الحقيقة ومنتدى بنشكر الشباب الدولة العالم من المصرية. قبل أيضا اللي أسسه ورعاه أو بدأ هذه الفكرة كان من خلال الشباب في شرم الشيخ. بالضبط، ومنتدى شباب العالم كان اللي أسسه وصاحب الفكرة كانوا شباب. البرامج الرئاسية اللي أطلقتها الدولة المصرية لتمكين الشباب برضو للقيادة، الدولة شغالة في ملف الشباب ليه؟ علشان لو حضرتك بصيت هتلاقي الشباب هو الوقود لأي ثورة، ثورة بناء، ثورة بناء الإنسان، ثورة قيادية، ثورة الصناعة. هو الشباب هو اللي بيعمل في هذه المجالات، هو طاقة يجب أن تستغل. ولما جربنا أن هي تستغل في مصر لقينا استغلالها الحمد لله، هو اللي بنى لنا الجمهورية الجديدة. الشباب هم اللي شغالين في العاصمة الإدارية الجديدة، هم اللي شغالين في العالمين الجديدة، هم اللي بيبنوا ال 14 مدينة اللي أطلقهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشباب هو اللي شق قناة السويس القناة الجديدة، هو اللي بيعمر الأنفاق، هو اللي دخل في سيناء بيزرع في سيناء. الشباب هو وقود الأمم وهو اللي الأمم بتبني يعني عليه مستقبلها. لما بنحلم بمستقبل أفضل فلازم يكون عندنا طاقات، وإحنا في مصر هنا دولة شابة، إحنا عندنا أكثر من 60% من الشعب المصري من الشباب. والحقيقه القياده المصريه يعني كانت تعي هذه الميزه التنافسيه اللي موجوده عندنا كدوله مصريه، عشان كده استثمرت في شبابها. واللي احنا بنشوفه دلوقتي ان الحقيقه الاستثمار ده اتى بثماره في جميع مناحي الحياه، سواء كانت مناحي اقتصاديه او مناحي صناعيه او تنمويه بنائيه. احنا شفنا الدوله اتغيرت عن طريق اعتمادها على الشباب، حتى الافكار الجديده زي ما حضرتك كنت بتقول، سواء كانت في التقارب بين الدول او في المشاريع القوميه زي مشروع حياه كريمه، كلها افكار شابه واللي مشرف عليها شباب مصري بيحب بلده ان هي تبقى افضل. نعم. المهندس عمرو، يعني الخبره في العمل العام من خلال وجودك كنائب محافظ بورسعيد، ماذا اكسبتك وماذا اضافت لك خلال السنوات الماضيه؟ لا، العمل كمان التنفيذي والاحتكاك الاكبر بقطاع المجتمع المصري كله، دي خبره كبيره جدا، بالذات ان لما تكون تحت قياده واعيه يعني زي سياده اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، انت بتكتسب منه خبرات، بتكتسب منه ادارته للمواقف الطارئه. العمل التنفيذي مختلف جدا عن باقي الاعمال الثانيه. الحقيقه الخبره اللي انت بتكتسبها من عملك كنائب محافظ بورسعيد والتعامل اليومي مع جميع ملفات الحياه سواء كانت ملفات اقتصاديه او صناعيه او الملفات الخدمات المقدمه للمواطن المصري، الملفات اللي تخص المواطن المصري، العمل على راحته، لا الحقيقه حاجه مشرفه جدا. وانا بشكر الشعب البورسعيدي على يعني تعاونه مع الاجهزه التنفيذيه هنا. احنا في بورسعيد يعني كقيادات تنفيذيه عندنا اتصال مباشر بالشعب البورسعيدي، ما
بنحاول نقدم له كل الخدمات اللي هو يعني بيحتاجها. طبعا بنعمل على يعني راحة المواطن وتقديم كل سبل الراحة ليه، بنتواصل على طول مع المواطنين. الحياة التنفيذية مختلفة تماما عن باقي الوظائف التانية، يهمنا فيها ان احنا نعرف المشاكل اللي عند المواطن ونعمل على حلها، نقدم له خدمة تكون محترمة مختلفة عن السابق. يمكن عشان كده هنا أغلبية شغلنا برضو بيبقى شغل ميداني، على طول متواجدين في الشارع، بنتابع مشروعاتنا، بنتابع الخدمات المقدمة للمواطن. المشروعات القومية اللي موجودة في محافظة بورسعيد، طبعا انت عارف ان يعني بورسعيد يعني قاطرة التنمية واحنا بنفخر بكده. عندنا مشاريع تنموية كتير جدا بنشتغل عليها كتنفيذيين، ان احنا بنتابعها متابعة يومية، سواء كانت ليها علاقة بالتأمين الصحي الشامل والخدمة الطبية المقدمة في ملف بناء الإنسان، التعليم بنتابعه بصفة يومية، جميع المدريات، جميع المشاريع القومية اللي موجودة في المحافظة. يعني الوظيفة التنفيذية كمان محافظة بورسعيد، نعم، ممكن أقول لك إن هي غيرت شخصيتي بنسبة 180 درجة. يعني كونك إن أنت متفرغ غير كونك إن أنت في الملعب وموجود بتتابع مشاكل الناس وخدماتهم، انت موجود بين الناس 24 ساعة بتعمل على حل مشاكلهم. نعم، بمناسبة هذا الاختلاف وهذه التحديات، أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الفترة الحالية المهندس عمرو، وكيف يتغلبون عليها؟ ونرجو في عجالة الإجابة نظرا لضيق الوقت. في ظل القيادة اللي موجودة دلوقتي، أنا ممكن أقول لكل شاب إن أنت لو أنت أصبحت مؤهل وعندك من الخبرات وكفاءتك العلمية تشجعك ان انت تتولى مناصب، هتلاقي القيادة السياسية واقفة في ظهرك بتدفعك لأعلى مناصب الدولة. فالتحدي الرئيسي لكل شاب موجود هو ان هو يشتغل على نفسه، يتأهل كويس جدا، يكون عنده فيجن وعنده رؤية، امكانياته التعليمية وتأهيله هو اللي هيساعده ان شاء الله ان هو يتولى المناصب في ظل القيادة اللي موجودة في الدولة المصرية حاليا. نعم، المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، شكرا جزيلا لك.